جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. ضيوف جمال الجسمي في كورة زمان نهار الجمعة كان المدرب التونسي السحار الديناصور مختار التليلي. سي مختار معروف بشخصيته المميزة، دمه سخون وكلمته الجريئة اللي عمره ما يرجعها التالي. سي مختار المعروف عليه زادة انه حصل برشا مرات في الكاميرا الخفية، هذاك علاش خممنا باش نعملوا له عملة نشوفوه يحصل المرة هذه والا لا. صديق اللي متربصة معنا في قسم الرياضة، اهلا وسهلا. جات بحذانا هدى. كل شيء بدا مع العاشرة ونص متاع الليل وقت اللي جات هدى انيماتريس بذاعة جوهرة وما عندها حتى علاقة بقسم الرياضة. جات للبلاتو الخارجي نص ساعة بعد انطلاق البث. جمال قدمها لضيوفه على اساس انها استاجير وقاعدين يجربوا فيها. سي مختار فرح بها. صح شبيكم الناس الكل، سي مختار والناس الكل الموجودين هنا، محليها اللي منطيعكم والقاعدة حلوة أجواء رمضانية بامتياز. وانت عارف اللي انت مغرومة بالرياضة وباش تدخل معنا ان شاء الله. هودا كانت سجلت تقديم للسحار فيه برشا بروفوكاسيون، استفزازات قوية، اتهامات مباشرة، وكملت غلطت في اسمه وقالت سي محمد التليلي. فرحانة برشا لينا معاكم في القاعدة الحلوة هذية واللي ما فيها حتى عنصر نسائي كينينا. كنت تشوفانا مالك. ما فهمتش علاش كلكم رجال هكا، جيت أنا هكا فزت القاعدة. أنا فرحانة زادة اللي قابلتك سي مختار التليلي. عايشك. وهذاك علاش كل كذب فهم وعايشك. عايشك. هذاك علاش حضرنا تقديم خاص أم بابيي باش نسمعوه توا. كورة زمان. كورة زمان. ضيفنا اليوم هو المدرب العجيب والغريب سحار السحارين وقيدوم الديناصورات قادم من العصور الحجرية صاحب خبرة السنين أكل عليه الدهر وشرب. نحكي على سي مختار التليلي، سماوه بعميد المدربين. كيف تجي تشوف هو لعب دور عمدة في السابق، كل مدرب عمل له فيشة عنده يعرف عليه كل صغيرة وكل كبيرة. مولود في عام 42 يعني قبل تأسيس الأمم المتحدة، وحضر حتى على الحرب العالمية الثانية. اتعلم منها فنون الخبث والدهاء والمكر الكروي وكيفاش يقلب الأطراح والموازين في الوقت الضايع. سي محمد التليلي ضيع عمره الكل في البحث على رضا رؤساء الجمعيات وكان ديما يتنكر في عديد الأدوار. نحكي على سي طارق ذياب وخلافه الشهير مع سي محمد التليلي شهير نداء تونس. في كلمة، ضيفنا رياضي اجتماعي سياسي ثقافي ووين تدور الساتيليت تلقاه موجود بقوة. جينا ليلة من أرشيف الكورة ومن متحف باردو والمكتبة الوطنية يحمل معاه تاريخ كامل من العصور الحجرية والألعاب الأولمبية الإغريقية إلى مونديال البرازيل. كرة زمان. كرة زمان. هدى مانيش عارف شو اقول لك، يعطيك الصحة ولا مش لا لا بدل اسمه لا محمد التليلي من جاي الاسم هذا؟ محمد التليلي هي متربصة سي مختار. لا ما يجيش هذا جمالك هذه ساعة هذه الهفوة الكبيرة في التقديم هذا. ثم اللي أكبر منها هو أعوام العز نتاعيانا اللي هما 78 79 80 81 في الترجي فيهم ثلاثة لقوب ثلاثة ألقاب ما ذكرتهمش. ما زلت سي مختار مازلت باقي سي محمد بالله ما تكلموش مع بعضنا، ما تكلموش مع بعضنا. كيفاش رزق شو تحب تقول سي؟ ما تكلموش مع بعضنا خاطر اول شيء الساعه زعما تكون حضره برنامجها وحضره امورها وتعرف الضيف شكونه. ما يجيش هكا معناها سي مختار التليلي الناس الكل كانت تجبدوا حتى في تل ابيب مش في فلسطين يقول لكم شكونه شو محمد التليلي. الراجل فد ولكن حاول يخبي التنرفيز ويعديها بضحكه. شوف يا ميساج نعديولها ولكن ميساج هو اكثر حاجه كان شلومه فيها هي خاطر تابع الرياضه هي انه يزمنا هدى ما نغلطوش في اسم المدرب. زلت سي مختار مش سي محمد على خاطر مش مستانسه ما مش مستانسه لا معاوده باش ثلاث مرات محمد مختار عباره باش تقدم سي عبد الرزاق الشابي يجي تقول سي محمد الشابي باش يقبلها. ليه نعرفوا عاد سي عبد الرزاق الشيخ؟ شو متعرفش مختار؟ متعرفش سي مختار التليلي؟ نعرفوا بالسحار ما منيش حافظه اسمه. ساعات كي تقول سحار خير ما تقول محمد التليلي. باه
مش انا نعدي تتعلم سي مختار تتعلم مسالش. انا صدري بطحه صدري بطحه معناها سبري سبورتيف مش مشكله ايبي نكملوا معها ولا نبدلوا لا نكملوا كملوا كملوا هي فرصتها هي فرصه لهداء باش الاستفزازات تواصلت وتمشي وتقوى خاصة كيف هدى بدأت في طرح الأسئلة لسي مختار نعاونها أعطينا زوج ثلاثة أسئلة نبدأ بالسؤال الأول ميلا سي مختار برشا ناس يقولوا اللي أنت مدرب ما عادش على مود وقتك مشى وخذيت التقاعد على بكري عكس المدربين اللي في العالم اللي كل ما يكبروا كل ما يزيدوا خبرة أنا والله العام 2012 ندرب في منتخب فلسطين اللي تجهلها انت ليه في بالي ما في بالي الحكايه فيها وعليها يعني اللي درب منتخب فلسطين ودون اسيا ويقابل الفرق الاسيويه كلها واللي درب كل الانديه التونسيه وكون 90% من المدربين التونسيين اللي انت تعتقد فيهم هما كبارات الكوره هو مختار تليلي يكونهم وصح لهم ومختار تليلي أستاذ فوق الرتبة ما هوش بيع بيز دي تنشي ولا خلص كار ولا انترينر مسير سي مختار خلينا احنا نزيدو نشكرو بكل البنات ديما يعني يتصوروا روحهم بالهكا بالجمال بتاعهم وبال انا مستشار وانا عمري اللي حاب نقوله لك اللي كنت يقول 72 عام فماش العالم 72 عام يدربوا الاسئله تزيد وستريس سي مختار يزيد ولكن حاولي خبيه بشوية فدلكة وبرشا شطيح عندنا مشاكل بس مختار عطينا سؤالك الثاني على كل جوست رمارك بارك يعني مش نحرموك احنا بالفرصه اليوم عطينا سؤال ثاني اي فوالا نحب ناخذ فرصتي كامله وما تحرمونيش ما نعمل نحب ناخذها كامله ما نحرمكش منها انا ما نحبش اللي يحرمك انا نحمو عايش كسي مختار فوالا بي سي محمد قصة عربي على غالب عندي مشكله مع لساني عمراش عندي مشكلة مع لساني عمراش الخير مش مشكلة معناها كلنا مش مشكلة حاسيلو بيه بغنيم هاك العام قص حصة على خاطر قتلوا عمر راجل ليه عادينا ما قلتلكش عمر راجل تو هكا تو جو سوي بروفيسيونيل عم محمد مدرب الأرجنتين سميته عم محمد كسي مختار الارجنتيني انا اصغر منه هاو بالاخطاء نحطوا دو تساوى انا اصغر منه ولا لا انت اصغر من مختار انت اصغر من مسبسي باغ اكزومبل شكون مسبسي انا السبسي هذاك في السياسه وانا السبسي نتاع الرياضه وفي اخر ثلاثه اسئله هدى حاولت تكون اجريسيف اما سيء الديناصور تنرفز ولا يشد في روحه بالسيف في طريقه تقديمها لل المواضيع في محمد التليلي خاصة وقت اللي حبت تكون لافوكات دو ديابل حبت تدافع على ديفوندابل وحب تدافع على طريق ذيب اللي نعرف وانا قبلها قبلت تولد هي ونعرف اللي نعرف وانا ما يتعرفوش هي لكن انا ما نطيحش في البياج نتاع السؤالات هذو لان اللي على كل مش على روحه تاع خذياب الدق في الجيفة حرام تفضل ولكن انت معناها كمان بطريقة غير مباشرة ما زلت فوماتك هي مش مشكلة على كل روحي رياضية باش نكمل السؤال متاعي هل تعتبر نفسك كنت تنجم تكون فنان او ممثل وما هكاك تولي مشهور معناها لان مشهور برشا توا بل في الكورة يكفي في 100,000 بنك وفي التحليل الناس كل تعرفك في الكورة الناس كل تعرفك كان انت طلعت ما تعرفنيش في الكوره يمكن طلعت انا عم محمد وليت
بين تعدى للسؤال اللي بعده، انت فنان في كتابه الادوار والخطط التكتيكيه وممثل قوي في البوكاء وصنع سيناريوهات ملحيت، شنو ردك؟ من وحي خيالك هذا؟ كيف من وحي خيالك؟ خاطر تحكي في حاجات مش موجوده بالمره، ما تعرفش. كان جيت تعرف مختار تليلي صحيح، ما تسالش سؤال. هذين اللي نعرفوه على مختار تليلي، هذين اللي نعرفوه على مختار تليلي. لا ما تعرف شيء انت، باين تعدى الاسم. انت يا هدى ما تعرف شيء على مختار تليلي وعلى الرياضه وعلى الكوى. توا جبتها اجريسيف توا. باه خلنا نسالك سؤالي الاخر. باه علاش عندك كاركتير اجريسيف؟ وفات هذا هو سؤالي. وقت نلقى اون اجريسيفيتي سامحني جوست نكمل سؤالي، سامحني باش نقص عليك. وديما تشري في الشبوك ومعروف اللي سامحني في الكلمه، سامحني لسانك طويل معناه. إذا يوم هكا حكيت معايا بطريقة خايبة برشا. صحيح، أما سوكي مي بروفوك نكون معاهم أغريسيف. هي القطوسة أكسيف. هي القطوسة تدافع على روحها. دونك في الإنسان، في غريزة الإنسان الدفاع على النفس. أي منتي ساعات حتى ما غير ما تستحق دفاع هكيك تولي تشبط في الشبوك معناه. باهي نتعدى للي بعده. تصور روحك جيت ماكله في شهر سيدي رمضان، شنيا كنت تكون؟ تكون معقودة بطاطا، مقرونة كذابة، وإلا بوليسي مكتف؟ نكون هدى الديبيتانت اللي ما تعرف حتى شايف الرياضة. تصور روحك جيت تدرب في البرازيل، ميسيرش مانيش باش نطيح للبيج اللي انت تعمل لي فيه، تحب انت تضيع لي الكارير نتاعي؟ مش مشكله، تحفظ فيسع. انت ماك حفاظه، انت ماكش ماك معناها هذايا ثلب في الديريكت. باهي ميسيرش الموضوع نتاعي هو ثلب توا. تصور روحك جيت تدرب في البرازيل، يعني هي لا محاله حاجه امبوسيبل، ولكن تصور روحك جيت تدرب في البرازيل، كيفاش كنت تعمل بعد الهزيمه المذله لالمانيا؟ رياكسيون كانت تنجم تكون عاديه، تبدا تبكي وحتى كان ما عندكش دموع تتصرف كيما عادتك في دمعتين على عيني. هذا الاحتمال الاول. والا الاحتمال الثاني، تقوم بتصريحات ناريه فيها ثلب كوم دابيتود وتفسدها مع الناس الكل كيما عادتك. تعرف شنو نعمل انا؟ قبل ندخل للاستوديو باش نتكلم، نحفظ السوجي نتاعي ونحفظ الناس اللي قاعد قدامهم ونعرف اساميهم. مش اجابه سامحني. ونحفظ اساميهم ومن بعد نجاوبهم. من بعد نجاوبهم. حاجه اخ سوجي معناها. ما جاوبتنيش على السؤال. لا مش سوجي. تبكي والا تسلم تعمل ثلب. سؤالك طايح ياسر، ما نجاوبكش عليه. هكا في المباشر سي مختار. ما احنا في عهد الديمقراطيه وحريه الراي عاد. وانت كنت تقول هكا عاد. وحريه الراي دايوغ حبيت نجاملك، وكيما جاملتكش وليت درت عليا. شنو رايك جمال؟ ما عندك ما تجاملني. انت تعرف انت يا هدى ولدي صغير عمره 37 سنه. كبير عليا برشا. يعني انت ما تلعبنيش. الضحكة والنكتة كانوا موجودين بقوة وأجواء عالمية مع قيدومة الديناصورات وسحار السحارين اللي في آخر البرنامج تصدم، كيعرف إنه الحكاية الكل كانت مؤامرة مدبرة وإنه هدى كانت فقط في مهمة، والمهمة كانت إيقاعه في الفخ. سي مختار باش نفاجئك توا، لأنه باش نفاجئك اللي أختنا هدى الصديق هي منشطة معانا ماهيش متربصة. والسيناريو الكل كان سيناريو بتاع كاميرا كاشي، وانت تحت في الكاميرا كاشي كل في التلفزيون في الاذاعات. لا عاد دونك لا محمد التليفز. تجيبو يا هذه الخامسه هذه. دونك وانا بتقترح عليها نهزها تعمل تستيق مان كان وكل شيء وكل حساب عليك اللعبه هذه. لكن سي مختار طلعت كليون صحيح في الكاميرا كاشي. سيناريو جميل. حاولنا نرفزو، ما تنرفزش كيما حبينا. لا والله ما تنرفزش، والله لا تنرفزت. علاش ما تنرفزش؟ والله لو كانت تنرفزها طيشت الميكرو. راني هربت نجري. لا نعرفك نرفزتي هذاك، علاش تعمدنا نعمل السيناريو هذا؟ على انك ركبتي. انا كبتي. حرام عليك حرام عليك. لا مش وحدي، راه نحب نقول لك اللي فما اكيب حضرت التمثيليه هذه الكل، بيان سور على راسهم مؤامره. هذه المؤامره
هذه اللي ضد الفوضى رياضه الكل ومعهم اعداء الفوضى هذوما المخرج اللي هو محمد مراد ومعهم زيد علي الخلولي من قسم الرياضه. ماني حبيت نقول لك اللي فما برشا ناس حاولوا يلقاو هكا لي بوان الفابل نتاعك اللي نرفزوك ولكن وانا كنت ماشي غدوه صباح كنت ماشي غدوه صباح للاداره باش نقول لهم امسحوها فيا هاي طحنا فيا. هو السيناريو كان مظهر ضابط سفلي انت نرفزتني في حاجتي قلت محمد لابدي قلت هذيا ما غنولا عديتها ما الثانية قلت هذيا متعمدة عملتها اما خليك مختار كول معاها هي حلوة ما نفسدهاش هي تكمل الليلة على خير. وقت اللي تنسيت رغم عشان تعترش إذا حاجتك بسوء لكم أكثر من كل شيء. أنت معروف بتنرفز بتاعك معروف أنت نفسك سكون وحامل علاش ما عملتش رياكسيون بسيطة كل ما تجي موسيقى تحاول لك باش تفرغ تنرفز وتستخيز لا قالوا لي السيد هذا المحترم المندس قال لي اللي انت ولا العمال انت ديبيتانت بس تدم الخبزه قلت المسكينه تو هذه تنقصها تجيب على ليتها خلينا نعدي لها ما تنساش انا هذا كنت عملت الشنطه ماني خفت عليك خفت على كيفك خفت عليك خفت عليك خفت عليك زعما نعرف كل شيء ولا ما نعرف حتى اما حلوه حلوه عجبتك ولا هي حلوه والموضوع حلو هي احلى الموضوع المحضر المحضر عشان المحضر حلو ياسر لا 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 هاي اخوي وسلم عليك سوى ما ندمس. جوهرة FM الدنيا وما فيها